تقديراً للتراث والأثار ووفق أسس واقعية وعلمية، استقدمت الحكومة خلال فترة الخمسينيات من القرن الماضي البعثات الأثرية الأجنبية في الوقت الذي قام فيه الخبراء الأثريون وبالتعاون مع منظمة التربية والثقافة والعلوم اليونسكو بالتنقيب عن الأثار في مختلف مناطق البلاد. وشملت التنقيبات موقع قلعة البحرين وعدداً من القرى، حيث اشتركت في هذه الأعمال بعثات أجنبية أخرى من فرنسا وبريطانيا. إن جزءاً كبيراً من تاريخ البحرين وتفاصيل الحقب الزمنية كانت مدفونة في الرمال تحيطها الصخور، وقد عدت عليها عوامل الزمن، حيث دلت الآثار التي اكتشفت ما كانت تتمتع به البحرين من تاريخ حضاري متميز وقديم يعود إلى العصور الأولى. وقد امتازت جزر البحرين بجمال طبيعتها وبموقعها الفريد المتوسط، بحيث أصبحت مطمعاً للغزاة وملتقى للتيارات الحضارية المختلفة. وكشفت بعثات التنقيب عن العصر الذهبي الأول في أواخر القرن الثالث قبل الميلاد، حيث ازدهرت التجارة وعم الرخاء، وكانت تعرف آنذاك بدلمون التي أصبحت بحكم موقعها الجغرافي همزة الوصل اللازمة لاستمرار المبادلات التجارية والتفاعل الحضاري بين بلاد السومريين فيما بين النهرين وشبه القارة الهندية. ولقيت بعثات التنقيب عن الآثار التشجيع الكامل من قبل الحكومة، وذلك من أجل الكشف عن تاريخ البحرين الحضاري ومواصلة أعمالها في التنقيب والحفريات في مناطق البلاد المختلفة.
متحف البحرين كان محطته الأولى في دار الحكومة خلال فترة الستينيات، حيث وضعت جميع الآثار وغيرها من المعروضات في الأجنحة المخصصة لها لتكون خير شاهد لنجاح عمليات التنقيب الأثرية التي قامت بها البعثات من أجل الوصول إلى المراحل الأولى لتاريخ البحرين الحضاري وعلاقتها مع الحضارات التاريخية الأخرى. ونظراً للتوسع الهائل في أعمال التنقيبات الأثرية، فقد انتقل المتحف إلى منطقة المحرق حيث أقيم متحف البحرين، وذلك من أجل وضع الكم الهائل من الاكتشافات التي دلت بوضوح مدى ارتباط حضارة البحرين مع الحضارات العالمية الأخرى. وإزاء الاهتمام الذي أبدته الحكومة بالآثار الموجودة، فإن عمليات التنقيب قد توسعت وازدادت خصوصاً في فترة الستينيات من القرن الماضي بعد العثور على آثار تدل على التاريخ العريق لهذه البلاد. وفي إطار ما تحرص عليه البلاد من إبراز التراث الشعبي البحريني، فقد تمكنت إدارة المتحف من الحصول على نماذج جيدة ونادرة من هذا التراث، كما أنها تمكنت من إقناع عدد كبير من الناس ببيع ما لديهم من موروثات شعبية إلى المتحف لأنها ستكون في أيدي أمينة. وبهذا لعب متحف البحرين دوراً بارزاً في حفظ التاريخ والتراث أمام الأجيال المتعاقبة.